صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل في قوله تعالى: على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن، يقول هل في هذه الآية دلالة على أنه تعالى بدأ بالأشد ثم الأخف، فتكون السرقة أشد من الزنا؟ نعم، لأنه من وجهه أشد، لأنها اعتداء على أموال الناس، اعتداء على أموال الناس. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو الحد؟ وإخلال بالأمن، السرقة فيها مضار كبيرة. نعم.